هذه هي هنا يطاحونا ببوسعادة. انا عند حبيبنا هنايا هاليك القهوه تاع هنايا في بوسعاده. كيفاش تسمي هذه القهوه؟ مقهى النسيم. مقهى النسيم، مرحبا بكم في مقهى النسيم. هاي قهوه سبيسيال روعه. والله غير قهوه وعليها الكلام فور. تتحس بلي تشرب قهوه خير من الفراس، خير من البرا، خير من كاع واش يسموهم. دوكا عندنا ندخلوا سوق الصناعات التقليديه اللي متواجده هنايا بوسعاده، اللي راح تشوفوا العديد من المنتوجات البوسعاديه، منهم السيف البوسعادي اللي واحد من الصناعات. هاي ليك ندخلوا لهنايا، هذا هو المهرس اللي كان يحكي لنا عليه خويا حسام مع البرانص. هاملك هنايا لي والله فريمو ما شاء الله، الله يبارك. حبيبي نعم، البسة متنوعة تقليدية. هاي ليك الفريمو روعة روعة بزاف. حاب يقول كاين هنا محلات حتى تروا ايطاج، تحت الف بروميير ايطاج دوزي. هاي ليك نزيدو ندخلو عند حبيبنا هنايا تاع الارتيزانة، توجور كاين هنايا المهرز، وراني نشوف السيوف هنايا راهم بلي موديل. الدعوة راهي الدنيا مدنية. حبيبي الله يبارك ما شاء الله، عندك المهرز بلي موديل الله يبارك. ها دوك معلي دورنا هنايا لتحت، نزيدو نطلعو الفوقة نشوفو الأجواء واش كاين. هكدا لازم هاي نطلعو الفوقة نشوفو واش كاين. دوكا نروحو عند حبيبنا. او كاين واحد حبيبنا اونفاس من الهيكات، نلقاو عندو السكين البوسعادي. ها حبيبي هاي ليك، كيما قلت لكم رانا هنا عند خونا يوسف. لاباس خويا يوسف، بيارك مليح؟ الحمد لله حفظك الله. المهم دوك نوريكم كامل واش عند خويا يوسف هنايا. الحاجه الاولى عندو سكاكين البوسعاديه بكل انواعها، لي بري في متناول الجميع. حبي يقول تقدروا تقولوا من 150 200 300 حتى المليون وزياده. هاي لك كيما راكم تشوفوا لي فريمون والله روعه 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 بزاف هنايا. عندنا كيما هنايا صور. بعد ما كنا عند خونا يوسف نزيدو نروحو نشوفو الجهة اللي من هي واش كاين تانيك.
القهوه راهي لي فريمو روعه روعه بزاف. تلفت لي كاع واش من الحانوت نشري كاع كاع عندهم سلعه شابه. واو الجمل ديالنا حبيبي. نزيدو ندخلو عند احبابنا. اوليك خويا حسام يونس. يونس حبيبي خويا حمزه. خويا حمزه اهلا وسهلا مرحبا بكم عندنا في بوسعاده سوقي الصناعه التقليديه دوزيام ايطاج عند حمزه. هاليك مرحبا بكم هنا في سوق الصناعه التقليديه ببوسعاده عند خونا حمزه. او خويا حبيبي ليك محل بنيشه وشلا كلها راهو يديرها في الساشيون بورتيها. هاليك سلعه شابه في الشباب يا حبيبي. شكون شراها خويا العي لا ماما بصحتك العزيز. الله يسلمك. كيما شفتوا هذه هي والله الاجواء سوق الصناعات التقليديه هنايا ببوسعاده. لي فريمون والله كاين بزاف حاجات شابه. كاين الصناعات التقليديه كيما شفتوا كاين البربوس كاين البسه نسائيه البسه رجاليه. ومرحبا بكم مرحبا بكم هنايا في بوسعاده ويرحب بكم خونا الجمل. هذه هي السياحه وهذا هو التهواس احبيبي. اوي فور حبيبي في الشباب في الجود لا ماما